ما يشفيك. تفضل. اخوك طال عمرك طفران من امس، مسوق طفران. واضح. اي نعم، طفران ما بتحلقت بعد. لكن اللي يعرفه اللوكارت. اعطونا التايم يا شباب. اللوكارت لحد الان طال عمرك الواي فاي عنده منقطع والنت واتصال وماسك الدائري من امس وبعد وصل الله يحفظه. اي. اي نعم، لكن انت قد عرست ولا باقي؟ انا باقي ما قد عرست. طيب. لكن انت بداية غلط في انك تتكلم عن المتجر اللي عندك. متجر شوفت عينك، وش اللي طيب اسلم ما قصر، خلي احنا نحاودك الحين، اجيبك منه ولا منه. يا سلام. زين تفضل. ايش تعرف عن المتجر هذا؟ هذا جاهي وجهي وجاهي طال عمرك. انك تشتري لوحه، اي لوحه تبيها طال عمرك تشتريها الله يحفظك. انت رجال سايقها جلد ما عندك صح لا؟ انت من الجماعه. اي نعم. ابشر بي. ما غادي بينا شيك واحد. ابشر بي. شيك واحد كم تبي؟ 300 ريال. هي في خاطرك؟ اي والله خاطر. والله انك والله انا يستاهل، لكن الفلوس ما فيها طلبات يا رجال. سجل. اسمع انت وين بضاعتك نفداك عشان اعطيك بضاعتك؟ تلقيت راعي هذا الحين ما بهلم سوى انا. اسمع مني ذا. سم. اما في البضاعه والفلوس. ايه. اي نعم. هذه لا تحرجني ولا تحدني فيها. هذا وجه وجاهي. يا كرب العشاء عندي اليوم بيضرب وجهك. والله ما تقول لا. تم اربع دراهمات غيرها. اعطني ما عندك عشان اعطيك. ما عندي طال عمرك لوكات. هذا لوح. يا سلام. واكسسوارات. انت مقبل على الزواج وانت تاجر، انسان ما تحب تجلس الا على فرشه انيقه، فرشه حلوه، لازم تكون عندك لوح فخمه. لا يجوك تجار صح ولا؟ صحيح. ما يجي يمكن ما يجيك فقير لنا، الطلاب حق بس ابي اداوم شي صح ولا؟ يا سلام. مثل الحين طعمك خل جاي عندك تعطيني الدراهم، دراك بده صوبي. 10 ثواني عندك يا مسفر. 10 ثواني طيب طالبي. انت شكلك تراعي سواليف وراعي هدنا. طلبه طلبه يا شيخ. تكلم. لا تطلبني نفداك. طلبه يا شيخ، ما 300 ريال بس. بيضرب وجهك. وابشر لك بلوحة مجاني. انت يقرب لك. اي هي مو معرف هي. يقرب لك. اي بالله يقرب لك. تدري اني اكره. ها حطها 600. 50 ريال. يا مسفر. وتبغى الصدق نفداك؟ والله انها واجد في ذمتك. اي في ذمتي. من كلمه مستحق. لكن اسمع 50 ريال ولا 10 يوم لا تغيبها. سم راح حافظك. بيجي معها شيء غير 500 ريال. ممكن. بيضرب وجهك.